طبعا كلنا سمعنا بقرار او دراسة قرار الحظر الكلي اثناء فترة العيد. اليوم متواجدين في سوق المباركية، نسأل اخواننا المواطنين والمقيمين عن رايهم في هذا القرار. ايش رايك بهذا القرار؟ انا اشوفه قرار صحيح. صحيح. قول ليش؟ لان تعرف انت الحين ايام العيد الكل اللي بيروح جماعته واللي بيروح بيت اخوه واللي بيروح بيت اخته. انا اشوف الاربع ايام الحظر الكلي للمصلحة العامة. لا والله ماني ميت، لان الدير انفتحت ترد حيكر مره ثانيه راح تصير مشاكل اكثر واكثر. مؤيد. مؤيد للقرار. مؤيد يصير في حظر كلي. نعم. زين ليش مؤيد للقرار؟ يخف المشاكل، علشان المشاكل ما تكثر المشاكل. فالحين الدوله الله يجزاهم خير افتحوا للحظر، يعني من الصبح لليل الساعه 8. فانت فتره العيد تسكر فتره الحظر الكلي على اي اساس؟ بحتاج انك تبي تقلل من الكورونا. فالحين منتشر الكورونا يعني بشكل كبير. فالمفروض يكون اتخاذ القرار من زمان. لا طبعا معارض. الاسباب كثيره، ان الشارع الكويتي صار عنده وعي في التباعد الاجتماعي. وانتهى الامر، يعني خلاص الان مفتوح، الناس تقاربت من بعض وصار يعني مناعه القطيع. لذلك ان ما اشوف له داعي، لان شبه ان الفايروس صار يعني حسب الدراسات انه خلاص يعني قلت يعني خطورته. ما تشوف انه والله اذا يقدرون ياخذون احتياطاتهم وخلاص بدل يصير في حظر كلي؟ ما ملت الناس؟ الناس ملت، بس ان وزاره الصحه لما حطت الاربع ايام هذه يعني بيوم العيد. لا شوف انا اقول لك يعني يمكن احتمال انه انا اتمنى انه يطبقونها. هي دراسه بس انا اتمنى انه يطبقونها. ليش؟ قلت لك للمصلحه العامه. هم يقولون انه راح يفرضون هذا الحظر الكلي، السبب لان ما يبون يقللون التجمعات، وانت عارف عيد والناس تتزاور، فممكن انه ينتقل المرض يعني اكثر. فايش رايك في هذا الكلام؟ والله انا الحين شفت مجمعات حاليا ما هي مثل التجمعات اللي صارت. فالحين فتحت انت هذه، لو بيجي مرض منها راح يجي مرض من هذه، ونفس الشيء. غير مقنع، هم ادري محرصين على سلامه المواطن، لكن بالايام هذه خلاص الناس كلها قاعده تتجمع. يعني انت قاعد تشوف الزوارات نهاريه صارت، وصارت الحياه مرتبه اكثر. لذلك لو حطيت فرض يعني حظر الكلي ما اتوقع انه راح يكون في فائده. هم الدوله اذا تبي تسكر الدوله هم راح تخسر، وراح يصير يعني ظروف عليهم والناس نفسيه وكذا. فانت لازم شو تسوي؟ تفتح، وكل واحد هو مسؤول عن نفسه. ومثل ما شفنا اراء الناس في الشارع الكويتي، رفضهم بالاغلبيه العظمى لتطبيق الحظر الكلي في فترة العيد، أمانة الموضوع راح يظل بالنهاية بيد الحكومة، وترى ما تراه صائبا لمصلحة الوطن والمواطن.